صباح النور. البارح تلعبوا مقابلات الجولة الثامنة من البلاي اوت. الملعب التونسي تمكن من الفوز على أولمبيك سيدي بوزيد 2-0 دوبلي هيثم الجويني في دقائق 41 و83. فوز مستقبل سليمان 1-0 على أمل حمصوصة. بونتو إلياس البريني في دقيقة 44. مباراة نجم المتلاوي بالسيابي وفات بالتعادل 0-0. الماتش هذا إدارة النادي البنزرتي قررت تقديم إثارة لمكتب الرابطة بسبب تواجد 5 ملعبية أجانب على أرضية الميدان في الدقيقة 76. الترتيب بعد مقابلات الجولة الثامنة: نلقاو الملعب التونسي في الصدارة 19 نقطة، السيابي الثاني ب 17 نقطة، ورسميا الملعب التونسي ونادي البنزرتي ضمنوا البقاء نتاعهم قبل جولتين من نهاية البطولة تفادي النزول. بالنسبة لمستقبل سليمان يصعد للمركز الثالث ب 13 نقطة، نجم المتلاوي الرابع 11 نقطة، مرتبة أخيرة فيها أولمبيك سيدي بوزيد وأمل حمصوصة عندهم 8 نقاط. نذكر لزوز فرق ينزلوا مباشرة للرابطة الثانية. في الرابطة الثانية مستقبل المرسى حتى ساق في الرابطة الأولى بعد فوزه البارح 3-1 على أمل جربة وهزيمة ملاحق وشبيبة القيروان في قربة أمام نادي القرب 2-0. بقية النتائج: النجم الراتسي فاز 5-1 على نادي بمبلا، جندوبة الرياضية ومستقبل جابس تعادلوا 1-1، أولمبيك مدين ومستقبل المحمدية تعادلوا 1-1. بركات الحميدي مهاجم النادي الصفاقسي توجهت له الدعوه للمنتخب الوطني لاقل من 20 عام لتعويض ادم قرب اللي تغيب على المونديال بسبب اصابه، وغدوه يكون تحول وفد المنتخب للارجنتين. في اسبانيا البرسا حقق لقب البطوله قبل 4 جولات بعد الفوز على اسبانيول 4-2، واللقب الثاني للبرسا الموسم هذا بعد اللقب السوبر كوب في انجلترا. السيتي قاعد يقترب من اللقب بعد فوزه البارح 3-0 على ايفرتون وهزيمه ارسنال 3-0 قدام برايتون، يكفي السيتي الفوز في المباراه القادمه لتحقيق لقب بطوله انجلترا. في إيطاليا مونزا ربحت نابولي 2-0، اليوفي فاز 2-0 على كريمونيزي. في فرنسا مونبولي وليريون تعادلوا 1-1، الطال بيلعب مقابلة كاملة، فوز لوام على أونجي 3-1. كانت هذه ولا نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت.